بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي أحبائي محبي الخط العربي. يسعدني أن أستكمل معكم سلسلة لتعلم خط النسخ وسلسلة لتعلم خط الرقعة، وبنحضر لدورة جديدة للخط الديواني. تفاعلوا معنا، نكتب كتير، هنحسن خطنا إحنا وأولادنا، ندعم أولادنا بدورة خطية هتنفعهم كتير في دراستهم. ومش هطول عليكم، يلا نكتب، يلا بينا نكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكتب آية من آيات الله من القرآن الكريم، خط النسخ. نشوف رأس الواو، الحركة الثانية، الحركة الثالثة بتترسم كده اهو. وزي ما قلت لحضرتك، لو جينا خبينا رأس الواو يبقى عندي ر. طيب، الألف بجنب القلم أو بتلت القلم، تبقى الحاجات الرأسية بتيجي بجنب القلم أو بتلت القلم، الحاجات الأفقية بتيجي بقوة القلم أو بتخانة القلم كلها. الهمزة طبعا، الأمطرة دي بتمثل سنة، يعني تنفع سنة الباء، تنفع سنة التاء، تنفع سنة الساء، تنفع سنة النون، تنفع سنة الياء. هنا شغالة معايا ياء، بالراحة كده واحدة واحدة. وأقيموا أقيموا الصلاة.
نعم بكده يا أعزائي بنشوف احنا طوعنا الحروف اللي اتعلمناها علشان نكتب كلمات، علشان نكتب جمل، علشان نكتب آيات، علشان نعبر عن فننا، نستفيد من تعلمنا للخط العربي. آملين أعظم استفادة لحضراتكم. نكتب كتير زي ما اتفقنا، نكتب من المصحف على قد ما نقدر، نص وجه وجه، كل واحد على قدر استطاعته، علشان أعصاب إيدك تطوعك، وعلشان عينك تكتسب، وعلشان تطبق عملي وتوصل معانا للمستوى الأفضل والأجمل. نرجو دعم القناة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.